بده يجي هالطلب؟ لما بيقري الصوان. شلون يعني؟ يعني الصوان بيقري شيء؟ لا. هو الطلب ما حيجي. لكان ليش عم تنزلوا طلبات لغيرنا؟ لأنه غيركم بيدفع، أنتوا على الوعد يا كمون. هالاجتهاد من عندك؟ لا، المعلم قال ما ننزلكم طلب لتدفعوا بسلام، شنو حسابكم كبير. ليش أخي؟ أكلنا عليكم شيء؟ لا، شربتوا علينا شيء. هلا هالكام ليرة يلي بدكن ياهن منا مو مقيدين عنكم بالدفتر؟ مقيدين، بس امتى الدفع؟ لك امتى الدفع مو ذات أهمية، المهم مقيدين. مقيدين بس امتى الدفع؟ لك شو بيعرفنا امتى الدفع؟ شو نحن بنعلم بالغيب؟ لك خليكن على أماري. واقف لإلا هلا إذا إجاكن زبون جديد ما بتعرفوه بتنزلوا له الطلب قبل ولا بتاخذوا منه قبل؟ لا، بننزل له الطلب قبل بعدين ناخذ منه. عال عاملونا بالمثل. افهمك. هداك زبون ما بنعرفه، بس انتو المشكله بنعرفكم. اخي انا لقيت حل. اسمع، هلا اذا اجى زبون وطلب منكم فنجان قهوه، شرب الفنجان قهوه وقالكم ما معي، شو بتساووا؟ بنحط رجلنا بظهره وننرفسه. عالو كثير. نحن لكان جبلنا اثنين قهوه سكر وسط لحتى نشربون، بعدين نعطيك ظهرنا وترفسنا هيك برجلك وبتجيبنا لبرا. افهمك. امشي عم قلها. ماشي سيدي. امشي كمان. لا امشي. شو عامل اخ؟ حرامي. ليش شو ساري؟ لك ساري ارغيفه من الفرن. باطل. وليش ساري ارغيفه؟ لا بدي اعمل برنيطه. ليش ساره؟ جوعان بدي اكل. له لك يا ولدي، حدا بيسرق لياكل؟ الواحد بيسرق ليحسن معيشته، ليشتري سيارة، يشتري بناية، يعمل رصيد ببنك، ما بيسرق لياكو. لك امتى بدنا نصير مثل اوروبا؟ لك مو بس هيك. خير ان شاء الله سارق زنقولة لبنة مع الرغيف. لا، لك عامل اشاعة انه في ازمة غلا بالحارة. يعني ما في ازمة غلا؟ لك اني ازمة. لك شي بيحرق القلب. لك لكان شلون عم بيشيع انه في ازمة غلا مع انه في ازمة غلا؟ عمين امشوا. لا شو شافت الشباب مطروبين؟ ايه مبسوطين كتير، سعداء سعداء ان شاء الله على طول. شو اللي ساعدكم؟ ازمة غلا ما في، ازمة سكان ما في، ازمة مواصلات ما في. لعمة لكن شو في؟ في احترام للمواطن وبس. بكفي. لك اعطيني. لا 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 لا. خلصوني بقى، بدي الطاولة. روح جيب لنا اثنين قهوة بالأول. لك عيب عليكم تشحتوا في جانين قهوة شحادة. مو أحسن ما نسرق؟ هلا ما عالصفة غير يا شحادة يا سرقة، ما تقوموا تلاقوا لكم شي شغلة؟ ما عم نلاقي شغل. الشغل ما حيجي لعنكم على القهوة، كنت تقوموا تسعوا. شو بدنا نشتغل؟ أي شغلة. لا، أي شغلة ما بنشتغل. ما أكون محلكم، بشتغل مرقص صاعدين ولا بحتاج للناس. حقا بدري. شا شا شا. تعال تفرج يا سلام. تعال تفرج يا سلام. على عجيبة آخر زمان. على عجيبة آخر زمان.
ما شفنا شيء. ما تفرجوا؟ لا ما تفرجوا. لو كان ليش واقف؟ هات ليرة أحسن ما نزعلك هالواجهة. تعال أبلا، هات ليرة. شو الشغلين هيب؟ كل واحد يمد ايده على جيبته يناولنا ليرة أحسن ما أسحب السكين وبعجلك كرشه. يلا نجيب. ناوي. خذ يا عمي، سلم على معلمة. سلم. مع السلامة. يا سلام على عشبة آخر زمان، لا تراها بالغنم لا بالهند ولا بالسودان. مرحبا يا سينو. أهلا أبو العنات. لا شوف الشوفي وين عمل البلغرام أبو الغور. لحظة ليتجمع شوية عالم. لا تعبت أنا. لا بسيطة أبو الغور، عرض خاص لياسين بس تدفع لي راحة. أسد مندفع بس ورجونا. يلا يا حلوة نامي مثل ما بتنام العروس. لشو كف ياسين، كف ياسين. بوسمي كأنك آكلة كف من المخابرات. لشو كف ياسين، كف. مثل ما بترقص نجوى فؤاد بحضرة كيسنجر. لشو يا باهية كبريني يا بويا على حالي عاشقين. يا باهية كبريني يا بويا على حالي عاشقين. يلا هات ليرة. ليش ليرة؟ حق الفرجة. ما شفنا شيء. بلاك ساعة صرنا عم نرقص لك ياها، ما شفنا شيء. منو هاي؟ النملة. وين النملة؟ لك ليك قدامك، فرج شوفها مربوطة براس الحبل. وينها؟ لك قرب شوفها، قرب. لك قرب شوفها منيح. قرب يا وفق، ما عشتها. شو هي؟ بسيطة. لك النملة ما عشتها. بسيطة بغور بسيطة. نعمل معه مصالحة، هات 500 دولار. لا ايش ال 500 ورعة؟ حق النملة. اي نملة ب 500 ورعة؟ ايش وشارينا من السوق السوداء؟ انا رح تدفع 500 ورقة ولا لا؟ روح عنا يا انت وياه، ايش الشغلة صلبطة؟ تدفع 500 ليرة بالحسنى. ها؟ تدفع ما رح تدفع؟ عيدك هاك ما رح تدفع ولا فرنك. بدك تدفع ورقبتك فوق رجلك فوق راسك ولا؟ ما بشرف انت وياه. لمين انا؟ ولك انت وياه كمان. لا لك يا بنتي يا امان، لك يا امي. تفضل سيدي، هي تقرير الطبيب الشرعي. اطلب من عند الردود ولا كمان؟ يلا لا يوفقك انت وياه. لك نملة، نملة بترقص؟ سيدي الحكي مو مثل الشوق. نحن ما صدقنا انها بترقص لحتى شفناها بعيوننا، ولحد هلا مو مصدقين. ها حتى اسألوا. لا مو مصدقين. وارجوني هالسهير زكي تبعكم هاي. شحها سيدي بالكبريتي. شوف سيدي، ما عسى الظالم هاي. لا مو هاي سيدي، هاي وصفها، هاي اللي انا. يا رورو شوف على الخصر سيدي. شوف يا رورو لمحلك. قلت لك سكبت رجليها سيدي. لك روح لمحلك. سيدي صار لنا 3 سنين عم نعلمها الرقص. حاطينا باحسن معاهد للهز. ايه هزوا بدلكم انتوا الاثنين. ايه ما صار لها شهر متخرجه وعايشين عليها. اجا معسها. واحد معسلك رزقتك، ما بتمعس رقبته؟ طبعا. سيدي قلت لهم بيتنا مليان نمل، تعالوا خذوا عد ما بدكم، ضربوني. لك هاي نمله متعلمه ولا؟ ايه والله لخلي العص يتعلم بجنابك. سيدي كنا نحن ناويين نعملها نواة لفرقة فنون شعبية، ونبعتهم لأوروبا مشان ينشروا الفولكلور تبعنا، حتى هي عقد مع سيرك مدرانو. لك جرح بثلاث قطب مشان نملة؟ سيدي هو جرحنا كمان. جرحنا ما بيلحم بمية قطبي. بإيش جرحتكم؟ بكرامتنا. قال عنا نصابين. لا نصابين؟ لا. امتى تضبطوا هالقلقلة تبعكم؟ سيدي بدنا نعيش يعني. وما تلاقوكم شغلة شريفة تعيشوا منها؟ ليش الشغلة الشريفة سيدي؟ بتطعمي خبز؟ هالمرة رح نمضي لكم اياها اسبوع حبس. يا لطيف. وبس تطلعوا قسما بالله اذا بلاقيكم عم تشتغلوا شغلة غير شريفة
او غير قانونيه او نصب او قلقله لعل مشاتكم. خذن يا ابني. وراجعين يا حبس راجعين يا فلقة المساجين. يلا خاطرك يا مو. شوف لا تتأخر لي بالسهرة. بس بشرب كاسة شاي وبسمع البيتهوفن وبرجع. وينها؟ نعم. لا تتشاكل لي مع حدا لتقوم تعلق لي بخناقة تانية. يسترجي حدا يقرب صوبي. اسم الله حولك شو زقرت. بحجبك يا مو. يلا خاطرك. الله معك. أهلين يا سينو. بالمعهل. شو شايف راسك مربوط؟ شو ما دريت؟ لا ما دريت. عملت لهم قتلة لغوار وابو عنتر بثلاث قطب. انت عملت لهم قتلة ولا هنين؟ خوش انا ما قصرت معهم. شو سبب المشكلة؟ من شان نملي بدهم يدفعوني ليرة بالزور. الله يصلحها. كنت ادفع ليرة بلا هالمشكلة. شو ادفع؟ يلي بده يبلصني بلبس عينتين وبتنتين سوا هنن ولا غيرهم؟ وينن هلا؟ بالحبس. من هيك عم تقض مراجل. وينن؟ هالمرة راحت لهم بتلف قطب براسي، بس تاني مرة ما فوت لهم اياها باقل من 10 قطب. عشت. شو بتحب تشرب؟ شوفي عنكم. حامي بارد. جيب لي حامي شنو دمي فاير. منيح الشاي؟ ايه، جيب لي كاسة شاي بلونين. شكرا. وينا؟ شيك صفناني. عم يسمعوا لبيتهوفن. امتى بلشتوا؟ مشين الساعة. ما تخبرونا حتى نسمع نحن الرخار. شو ابو الغور؟ ان شاء الله صرت احسن. ابدا يا ابو عنتر ابدا. بعدك حاسس انهم 30؟ وعما يكتروا كمان. شو المصيبة اللي الله بعثنا اياها؟ ان شاء الله ملك موجوع. لا وجع ما في. عاد طمنتني. اليوم بس يخلص سبيلنا فورا بعدك عند الحكيم. شايفوني اشوف لوين؟ اخ لا سبيل. بقينا ساعتين ليصيروا 7 ايام. ايه سامحكم فيه رئيس المخفر. لا حبيبي ما بدنا من نية حدا بنوب. ما بنطلع تخلص محكوميتنا على دور بارك. خلصوني بقى اعملها. اخي روح وارجع بعد ساعتين طالعنا. هلا بتطلعوا ولا روح قول له لرئيس المخفر انك ماتوا طالعين؟ لك روح قول له. ايه شو عليك؟ اخي طول بالك، ليش ضويج انت؟ ما بصير الا توصل لرئيس المخفر، ما بكفي عقبتوه للصبي؟ شو بو؟ صار معه عقدة نفسية من الظلم. شو هالعقدة؟ حاسس انه له 30 رجل. 30 رجل؟ ايه بس ماني شايف لرجلتين. عم نقول لك عقدة نفسية. ايه تفضل نشوف. قبل ما تطلعوا اسمحوا لي بالعشر ورقات. أنا 10 ورقات؟ لك يلي جبت لكم فيهم اكل امبارح. ايه ما معنا. يعني ايمتى بدكم تدفعوا لي اياهم؟ لما بتشوفنا مرة ثانية. يعني وبركي ما شفتكم مرة ثانية. لا ما بصير، بهاليومين ثلاثة راجعين لهون. ما عجبتني هالشغلة. أخي عند رئيس المخفر نتفاهم، تفضل. ايه تفضل. شرف أخي أبو غور. شرف شرف. يلا عمينا. طول بالك فار. شو بقى؟ ليش هيك ماشي؟ صاير معه عقدة، حاسس انه له 30 رجل. يا حبيبي، ايه برجلتين كان هنك الحارة، كيف ب 30؟ سيدي اللي معهم 10 ليرات وما عم يرضوا يدفعوا لي اياها. ما تدفعوا لي 10 ليرات؟ سيدي كل اللي معنا راحوا حق بقيب لغوار. ايه شو بدنا نلحن نلحي 30 رجل؟ ايه مو على عيني، ايه راح نلعب عودته. يا ريت سيدي يا ريت. هات الكرباج لقلك. لا سيدي لا، توت لك توت لا، لا
تدفعوش. شو هذا الغور؟ شو الدكتورات؟ دفعونا العشرة. هاي العشرة تفضل. هلا كل هالبرمة والعادة مشان تاكلوا عليه 10 ليرات؟ حذر والله. ورئيس مخفر يا اخي. ايه ما تقولي. نعم. شو بدك تشتغلوا هالمرة؟ سيدي مثل ما وصيتنا حنشتغل شغلة شريفة. شو هي؟ كمشنا صرصور من النظارة. ورح نعلمه المغنى. وينه؟ شحوا سيدي. مسيك مسيك رجع النظارة. حاضر سيدي. وين كانوا؟ لا إذا بشوفكم عم تشتغلوا شغلة غير قانونية أو غير شريفة قسما بالله غير على السجن المركزي مبعدكم. سيدي المرة الماضية وعدتونا أنه بكم تشنقونا. إيه مو على عيني تكرم. الله يكرمك. الله يطعمكم تشتغلوا شغلة غير شريفة أو شغلات القلقلة تبعكم. نملة بترقص، صرصور بيغني، سعدان بيقرأ مش الأخبار. يا ويلكم يا لطيف. ليك اخوك ياسين عم يصول ويجول بهالقهوه والله. لكان يا عمي غاب القط العب يا فار. وانت الثاني شو بك طول النهار عم تهرش عم تهرش؟ شني متحمم اليوم. اه سيدي هلا المهم انه صاحب القهوه يقتنع بضروره تشغيلنا عنده ويشغلنا. والشغله هي تعتبر شغله شريفه؟ ما في اشرف من هيك. وقانونيه؟ ولا في اكنن من هيك. وبرقدا ما اقتنع ساعتها نتصرف حسب الخطة الموضوعة ليقتنع. عال إذا اقتنع برفع لك إيدي اليسار، وإذا ما اقتنع وشعيري برفع لك إيدي اليمين. تكل على الله. وها. علمين ملا يا سكر. روح دبير من السوق السودا. من السوق السودا غالي. شو بنعمل؟ بنتعطل؟ كود مرحبا فلان. أهلين. مو لازمك اثنين بضايات؟ لشو؟ يشتغلوا عندك. عندي جرسون مكفي وموفي. مو قاصدنا قراصين. لكن شو عندي شغلة غير هيك؟ اثنين بضايات طالعين من السجن جديد. شو عندي إصلاحية؟ مو هذا المرام. لكن شو المرام؟ شنو عم ندور على شغلة شريفة. دور مين ماسكا؟ مو هذا المرام. لكن شو المرام؟ ناخد طاولة ومنقعد على جنب من الصبح لآخر الليل. عدو إلكن بسعر هالزباين. لك مو هذا المرام. لكن شو المرام؟ نحمي لك القهوة من مشاكل، واللي بيعمل كاني ماني بنعمل له الكاني، وآخر الليل شو بيطلع من خاطرك منيح. يعني خوي هذا المرام أخي. قهوتي نظيفة وزبايني معدلين، لذلك ما بيصير عندي مشاكل. ما بيخل أمر. مو لازمني. يعني ما اقتنعت من ضرورتنا؟ لا. ايه؟ هات لك فنجان قهوة على ديك الطاولة. هلا بيصلك. شكرا. شباب مرحبتين. انتو كلياتكم على صرمايتي. وانا ولا انت نزيل عنا. وعنا انت خليك عليها. لمين هي ولا اللي عم تقولي ولا اميت ولا كمان؟ اذا السجن ما رباك انا بدي ربيك. لك انت بدك تربيني ولا لك يا سلام؟ انا عليه ابو حطة. انا عليه. انا عليه. يا اخوان يا شباب يا رح شغلنا ماركي. شفت الا يصير مشاكل؟ والله لو بتكسروا العربية ما تنسوا هاي. يا عمي
لك اواب دل راي شغلة شريفة. لك بيت والا غوار ضرب 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 ضرب. برافو عليك، هالمرة ما طلع عندك غير 9 غلطات مع انه كتاب طويل 3 اسطر. رجعي بكتبيها مرة ثانية. على كم نسخة؟ نسخة واحدة ورجعي بكتبيها. حاضر. وبس يزبط بدون غلط اعملي لي بالنسخة 9. حاضر. على فكرة شو في عندك اليوم؟ ما عندي شيء. نتعشى سوا؟ حاضر. ما فيني يخلي المعمل يتوقف اكثر من هيك. اتصور خساره الدوله قديش عم تكون نتيجه لهالتوقف. نعم حديد ما في دبروا منين من كان، من السوق السوداء من السوق الخضراء ولو كان اغلى، المهم بدي المعمل يرجع يشتغل. مفهوم؟ وينك اليوم الاربعاء 3 بالشهر؟ معكم فرصة للأحد 8 بالشهر. مفهوم؟ مع السلامة. نعم نحن جايين قصدينك شو منو بدنا نشتغل شغلة شريفة. شو منو بدنا نخدمكم؟ قرينا إعلان بالجرنان، يعني الجريدة، نعم، إنه أنتم طالبين آنسات للضرب على الآلة الكاتبة. صحيح. فأنا آنس والاستاذ هوني انيس. وبالنسبه للضرب بنعجبك، بنضرب بدون اله كاتبه. يا ابني نحن طالبين انسات مو شباب. ليش اخي نحن من شو بنشكي؟ مو مساله بتشكو او ما بتشكو. اذا كان مشان موضوع العشاء مع الخانو، انا والاخ هوني فاضيين كمان نتعشى بالمعيه. واذا كان مشان التغمايه بنتغمى. بس مو كثير ابو عنتر، شنو اهلنا معصبين نحن. لك يا ابني شو عم تقطع بتلحش انت وياه؟ شنو مدير المخفر منبه علينا نشتغل شغله شريفه، واذا كان ما اشتغلنا بشرفنا ما بنعيش. قلت لكم هالوظيفه للاوانس فقط. ليش اخي شنو ارطب واظرف اكثر؟ بعدين اسمع لي الا، هلا صار في تساوي بين الرجل والمراه، لذلك نحن كمان بدنا فرصتنا مثل النسوان. أخي عيونه ممكن تفارقونا؟ لا أستاذ، هلا أنتوا ليش ما بتدحشونا بشي وظيفة عندكم مثل ما عم تدحشوا غيرنا؟ لأنه ما في عندنا شواغل، وبعدين حجم العمل أصغر من عدد الموظفين. مشكلة. يعني ما لنا شغل عندكم؟ لا، يعني إذا وظفتونا عندكم بنقعد بلا شغل؟ إي نعم. اصبح وظفونا، شنو نحن ما بنحب الشغل. ولك يا ابني حيوظفنا يا رب. مبروك. نعم سيدي. مين سمح لهدول يدخلوا لعندي؟ سيدي قالوا انه الاوانس، وحضرتك منبه انه اي انسه نفوتها. ها مرحبا يا اخي. نحن اثنين اصحاب الدكان. لكان مرحبتين يا اخي. اهلا وسهلا. في زبده؟ في. قديش الآلة؟ ب40. ليش كل هالقد؟ شنو مفقود؟ بس تسعيرته ب30. إذا لقيتي خدي. درت الحارة ما كنت لاقي لك، حتى عند ابني ياسين ما لقيت. هذا حكينا. ومن هون لهون؟ ب40. أعطيني آلة. نحن اثنين أصحاب الدكان. عفوا، أعطوني قلبين. تفضلي. في تلفزيونات مهربة؟ في. جيكارات ممنوعة؟ في. شايفة كل شي في. لك دخلكم بشو بتشتغلوا؟ بالسوق السوداء. في مانع.